الثالثة عصرا في القاهرة، أهلا بكم ونشرة إخبارية مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بك دينا. أهلا بك رغدة، أهلا بكم مشاهدينا. البداية بأبرز العناوين. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند جبل صبيح جنوب نابلس تزامنا مع مسيرة إسرائيلية مؤيدة للاستيطان. رئيس بيلاروسيا يطلب ضمانات بأن تدافع روسيا عن بلاده إذا تعرضت لهجوم خارجي. والجيش الصيني يكمل مهامه حول تايوان ويعلن استعداده للتصدي لأي شكل من أشكال استقلال تايوان. البداية مع تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس ارتفاع حصيلة المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بجبل صبيح في بلدة بيتا إلى 121 فلسطينية. تأتي تلك المواجهات بالتزامن مع اقتحام ألاف المستوطنين لمنطقة الجبل باتجاه بؤرة أفيتار الاستيطانية برفقة عدد من الوزراء الإسرائيليين وأكثر من 20 عضوا بالكنيسة. جاء ذلك عقب مسيرة داعمة للاستيطان وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. وفي مخيم العين أصيب فلسطينيان بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أن 10 آخرين أصيبوا بحالات اختناق. وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة. لمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف ننتقل إلى النافذة التحليلية بصحبة رعد عبد المجيد. إليك رعد. شكرا دينا، شكرا رغدة. إذن مشاهدينا الأكارم أهلا بكم، وآخر الأحداث والتطورات في الأراضي المحتلة تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء أهلا بك في هذه الساعة الإخبارية، آخر التفاصيل لديك حول ما يجري من عمليات اعتقالات وكذلك من إصابات أصيب بها الفلسطينيون في الساعات الأخيرة. أهلا بكم. إذا عندما نحكي أو نتحدث عن الاعتقالات، 5 فلسطينيين تم اعتقالهم من مخيم عقبة جبر وارتقاء طفل محمد بلهان الذي شيع إلى مثواه الأخير الذي بلغ من العمر 15 عاما. نتحول أيضا إلى جبل صبيح ما يدور في محيط بلدة نابلس، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق المداخل والمخارج لمدينة نابلس ويصعب على المواطنين الخروج والدخول إليها من بلدة زعترة وحتى حوارة وبيتا. لأن تدور مواجهات عنيفة في المكان وخاصة في جبل صبيح، إذ أعلن جيش
جيش الاحتلال عن إغلاق هذه المنطقة وأصبحت سكنة عسكرية من الساعة 10:30 صباحا وحتى 5 مساء برفقة هذه المسيرة حوالي 2200 مستوطن يرافقهم 7 من وزراء الاحتلال وأيضا 20 من أعضاء الكنيسة. ويقود هذه المسيرة الاستيطانية بوزير المالية سموتريش وأيضا وزير الأمن القومي بن إثمار بن غفير لقيادة هذه المسيرة وصولا إلى جبل صبيح. الآن تدور مواجهات عنيفة، أكثر من 121 إصابة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، منها صحفيين ومنها حالات بالاختناق ومنها ما أصيب بأعيرة مطاطية، إما عولجت ميدانيا وإما نقلت للمستشفيات الطبية في مدينة نابلس. نتحدث عن جبل صبيح وخاصة هذه المستوطنة التي أقيمت عام 2013 فيما كان جنود الاحتلال وأيضا الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال يعني تمنع تواجد للمستوطنين. الآن بين الحين والآخر يعود المستوطنين إلى هذه البؤرة الاستيطانية لشرعنة الاستيطان على جبل صبيح فيما تسمى بمستوطنة أفيتار. بهذا نتحدث عن يعني الكثير من الأحداث التي تدور في ولا يعني ما يحدث في القدس ربما يفهمه المتلقي بأنه أو الذريعة بأن هذه أعياد خاصة باليهود، ولكن ماذا ما يحدث الآن في جبل صبيح، ما هي أسبابه الآن هذا التوقيت، يعني تزامن هذه المظاهرات وهذه المسيرات مع المظاهرات التي أو المسيرات والاقتحامات للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى؟ ما يحدث في جبل صبيح في هذه الأثناء هي تجري يعني شرعنا لبؤرة استيطانية من عام 2013. لم يستطع المستوطنين إقامة هذه البؤرة الاستيطانية وقام جنود الاحتلال بإخلاء المستوطنين من هذه المنطقة. الآن سيعدون إحياء هذه المنطقة بوجود وزير المالية سموتريش وأيضا بن غفير الذي يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية وفي مناطق الضفة الغربية. هذا ما سيحدث. سيحدث أيضا مهرجان كبير وضخم للمستوطنين على هذا الجبل، جبل صبيح الذي يمتد إلى أراضي زراعية للفلسطينيين ومنازل للفلسطينيين في بلدة بيتا تمتد إلى جبل صبيح. هذا ما يسعى إليه المستوطنين لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية وأخذ ما يزيد عن آلاف الدنومات للفلسطينيين سواء زراعية أو حتى منازلهم بأن تكون هذه هي بؤرة عسكرية وسكنة عسكرية للمستوطنين وإقامة ما تسمى بمستوطنة أفيتار. نعم ولاء سلامين مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معي من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن عودة لزميلتين دينا زهرة ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكن. شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، وأضافت الصحة الفلسطينية إصابة عدد آخر بالرصاص الحي لقوات الاحتلال خلال اشتباكات اندلعت عقب اقتحام المخيم. كما حصرت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم عقبة جبر واعتقلت 5 شبان فلسطينيين وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنطقة. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ بداية اليوم، وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى بعد اقتحام المستوطنين للحرم القدسي. كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين. قال متحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين إن اجتياح المستوطنين بقيادة وزراء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية لا يغير من حقيقة طبيعة تلك الأراضي وملكيتها. وحمل أبو ردين سلطات الاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة والاستفزازات المتصاعدة التي تؤكد سعي إسرائيل إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والاضطرابات.
أظهر استطلاع رأي تراجع تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية إذا أجريت انتخابات الآن. وأكد استطلاع الرأي أن نتنياهو سيفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد. أشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان. وأبدى أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه. في شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم الترشح للرئاسة في عام 2024، لكنه ليس مستعدا للإعلان عن ذلك بعد. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله في كلمة للصحفيين على هامش احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح، قوله إنه يخطط لخوض السباق الرئاسي لكنه سيعلن عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. تصريحات بايدن الأخيرة. إذا ننتقل مرة أخرى إلى رعد عبد المجيد. إليك رعد. شكرا لك دينا، شكرا رغدة. إذا مشاهدينا، المزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسل القناة الإخبارية رامي قبر من واشنطن. رامي أهلا بك معنا. إذا ما دلالات إعلان بايدن الترشح اليوم للانتخابات؟ مرحبا رعد. في الحقيقة بايدن فاجأنا ولم يفاجئنا. فجأنا ربما بإجابة عفوية على أحد الصحفيين اليوم في إطار احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح عن الترشح لانتخابات 2024، وكنا نتصور أنه إعلان رسمي عندما سمعنا هذا الخبر يتداول في وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن ما حدث ببساطة أنه كان هناك احتفال بعيد الفصح في البيت، في حديقة البيت الأبيض، وكان هناك مجموعة من الصحفيين تغطي هذا الحدث، ويبدو أن أحدهم سأله سؤالا عفويا أو عرضيا عما إذا كان سيترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024، فقال إنه قال بايدن إنه يخطط بالفعل للترشح لانتخابات الرئاسة 2024، ولكنه ليس مستعدا للإعلان الرسمي الآن. إذن المعلومة التي عرفناها، وفي الحقيقة هذا ما لم يفاجئنا به بايدن إطلاقا، حيث إنه بدا واضحا عليه جدا خلال الأيام الماضية بل والشهور الماضية أنه بالفعل ينوي الترشح، وذلك من خلال أفعاله منذ خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي. وتبدو تصرفات بايدن وكل الفعاليات التي يحضرها وكأنها دعاية انتخابية خفية له للترشح لانتخابات 2024، رغم أنه لم يعلن أو لم يفصح عن الإعلان الرسمي بعد. ولكنه اليوم وربما بشكل بالصدفة البحتة أعلن عن خطته للترشح، أي أنه سيترشح، ولكن متى سيكون الإعلان الرسمي هذا ما تبحث عنه الآن وسائل الإعلام الأمريكية. رامي أنا أسألك هذا السؤال، متى يمكن أن يكون الإعلان الرسمي عن هذه الأمور؟ يعني ترامب أعلن ترشيحه وبدأت حملته بالعمل، هل هنالك من مواعيد محددة للترشح للرئاسة أم أن الموضوع ما زال مفتوحا؟ بالفعل رعد، الموضوع ما زال مفتوحا أمام الجميع من الحزب الجمهوري. هناك بعض الأسماء في الحزب الجمهوري نعرف أنها ستترشح ولكنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي، مثل حاكم فلوريدا رون دي سانتس على سبيل المثال، ومايك بينس النائب السابق للرئيس الأمريكي والذي أعلن نيته قبل ذلك ولكنه لم يعلن ذلك رسميا. وهناك أسماء أخرى في الحزب الجمهوري لا تزال أمامها الفرصة للترشح والفرصة مفتوحة. أما فيما يخص بايدن، فبايدن ليس هناك أمامه موعد محدد للإعلان، ولكن إذا عدنا للوراء بضعة شهور سنجد أنه عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022 قال بايدن أنه يفكر بالفعل في الترشح لولاية ثانية، وأنه يرجح أن يكون الإعلان أو أنه سيتخذ قراره النهائي في الربيع المقبل. وها قد حل الربيع بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنها مسألة أيام أو بالأكثر أسابيع وسيكون هناك إعلان رسمي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024. وكما قلت لن يكون شيئا مفاجئا
ولن نصدم بذلك، لأننا جميعا نعلم أنه سيترشح في النهاية، وذلك ظاهر بشدة من كل تصرفاته وفعالياته التي حضرها خلال الفترة الماضية. من واشنطن مراسل القاهرة الإخبارية رامي قبر، وافر الشكر لك لهذه المعلومة، شكرا لك. والآن عودة لزميلتين دينا زهرة ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكم. شكرا لك رغدة. والآن إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الغرب استخدم اتفاقية مينسك لخداع روسيا، وأشار بيسكوف إلى أن الغرب أظهر ردود فعل هستيرية تجاه خطط روسيا لبناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، بينما تفادوا في الوقت نفسه الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا. وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه من الصعب تصور فرنسا كوسيط في الصراع في أوكرانيا، لأن باريس متورطة بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب كييف. أبلغ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأنه يريد ضمانات بأن روسيا ستدافع عن بلاده إذا تعرضت لهجوم خارجي. وقال لوكاشينكو خلال لقاء جمعهما في مينسك أنه ناقش الأمر في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ذكر أنه اتفق معه على أن مثل هذه الضمانات الأمنية ضرورية وتحتاج إلى اكتساب الطابع الرسمي. من جهته قال سيرجي شويغو أن روسيا تنظر في توسيع أطر المجموعة المشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية. لتفاصيل أكثر حول هذا الملف ننتقل مرة أخرى إلى رعد عبد المجيد، إليك رعد. شكرا دينا، شكرا رغدة. إذن عبر زوم من دبي الدكتور باسل الحاج، ينضم إلي الباحث الحاج قاسم، الباحث في الشأن الروسي وآسيا الوسطى. دكتور أهلا بك دكتور باسل، يعني التصريحات التي أدلى بها لوكاشينكو ربما تثير الفضول حول موضوع الضمانات الأمنية التي يطالب بها أو الضمانات التي يطالب بها روسيا أو بوتين تحديدا، برأيك ما دلالات هذه التصريحات الآن؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. يمكن النظر إلى هذه التصريحات من الرئيس البيلاروسي بأنها امتداد لتصريحات ومخاوف سابقة لدى مينسك. الواضح أنه بعد طلب بيلاروسيا بنشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية من روسيا، وإبداء روسيا بالفعل الاستعداد لخطوة مثل هذه، أن هناك قلق ما لدى العاصمة البيلاروسية ربما من الحديث الذي يدور حول الهجوم الذي تستعد كييف لشنه في الربيع، هجوم عسكري معاكس. وربما أيضا بعض الأطراف الغربية باتت تنظر لبيلاروسيا بأنها طرف في هذه الحرب ومشاركة بشكل رئيسي فيها. وأيضا كلام الرئيس البيلاروسي يمكن النظر إليه من زاوية أخرى، موضوع الضمانات الأمنية، هذا يعيدنا لحقبة سابقة عندما وقعت سواء كازاخستان أو أوكرانيا أو بيلاروسيا على معاهدة أو اتفاقية بودابست عام 1994، حيث تخلت بموجبها عن الترسانة النووية التي ورثتها هذه الدول من الاتحاد السوفيتي مقابل ضمان الدول الغربية مع روسيا
الأمن لهذه الدول. نعم. هنا أشار الرئيس البيلاروسي أن الأمن الاقتصادي أيضا في إطار الضمانات الأمنية، وذكر بأن بلاد تتعرض لعقوبات اقتصادية غربية. كل هذه الأمور، لكن ألا يدلل ذلك على أن بيلاروسيا أو لوكاشينكو متخوف من ما تفضلت، يعني مخاوف غربية من اشتراك بيلاروسيا في هذه الحرب، بالإضافة إلى ضغوط روسية لإقحام بيلاروسيا فيها؟ بالضبط، هناك مخاوف، قد تكون المخاوف الأكبر هي من الجانب الغربي، هو يعتبر حليف وحليف موثوق بالنسبة لموسكو. أيضا بيلاروسيا هي جزء من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، ما أراده بالضبط وعبر عنه، لأن أي هجوم تتعرض له بلاده يجب أن يكون بالنسبة لموسكو كأنه هجوم على أراضي الاتحاد الروسي، يعني أنها ستدافع عنها كأنها جزء من الأراضي الروسية. طيب بعجالة كيف تقرأ تصريحات شويغو الذي قال بأن الوقت قد حان لتوسيع الأطر أو المجموعة المشتركة للقوات المشتركة، توسيع أطر عملها وأراضيها، وهو يتحدث مع لوكاشينكا؟ يعني هذا الأمر قد يكون في جزء منه رد على التغيرات الجيوستراتيجية التي طرأت بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو والسويد على بعد خطوة أيضا من الانضمام. بيلاروسيا تمثل كساحة متقدمة أو بلكونة بالعامية في بالنسبة لروسيا في مواجهة الغرب أو الناتو، هي تشترك مع أكثر من دولة أعضاء في حلف الناتو. عندما تضع أو تنشر روسيا ترسانة سواء نووية سواء تكتيكية أو استراتيجية، يعني الآن جاري إعداد البنية التحتية اللازمة لنشر مثل هذا النوع من الأسلحة، وحسب التصريحات الرسمية أنه مع يوليو، يعني بعد قرابة شهرين، ستكون جاهزة لنشر هذه الأنواع من الأسلحة، يعني أنها نعم ستكون ساحة متقدمة روسية في مواجهة الغرب. أيضا يمكن النظر لأن هذا الكلام هو امتداد لاتفاقيات سابقة كانت تأخذ طابع اقتصادي أكبر بسبب طبيعة المراحل، لكن ربما تحول الطابع الاقتصادي إلى طابع سياسي وعسكري تماماً. أكثر أيوة في قابل الأيام. أعتذر منك دكتور فقط لانتهاء الفقرة، شكرا لك عبر زوم من دبي دكتور باسل الحاج قاسم الباحث في الشأن الروسي وآسيا الوسطى، شكرا لك. الآن عودة إلى زميلتين دينا زهرة ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكم. شكرا جزيلا. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية ألكسندر بروكودين أن القوات الروسية شنت 78 غارة على المنطقة خلال الساعات الماضية، حيث أطلقت 360 قذيفة. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيسك بافلو كريلينكو عن إصابة 4 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيسك خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت روسيا أن قواتها دكت المواقع الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسك وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الوسط الروسية ألكساندر سافتشوك أن القوات الروسية استخدمت خلال ذلك الطائرات الهجومية القاذفة ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة التي يطلق عليها الشمس الحارقة، التي دكت المواقع العسكرية الأوكرانية بقذائف حرارية من عيار 220 مليمتر. في المقابل، أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيريسكي أن القوات الروسية لجأت إلى أسلوب الأرض المحروقة في مدينة باخموت المحاصرة شرق البلاد، وتعمد إلى تدمير المباني والمواقع بضربات جوية والمدفعية. قال سيريسكي إن الوضع في باخموت صعب جدا لكنه تحت السيطرة وإن المعارك شرسة، وأكد أن القوات الروسية ترسل قوات خاصة ووحدات هجومية محمولة جوا للمساعدة في هجومها على المدينة بعدما أصاب الإنهاك أفراد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
أعلن أمين عام حكومة اليابان هيروكازو ماتسونو أن بلاده ستواصل بالتعاون مع بلدان مجموعة السبع الكبار والمجتمع الدولي، ستواصل فرض عقوبات على روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا. وأعلنت اليابان منذ بداية فرض العقوبات على روسيا عن تجميد حسابات تابعة ل 987 مواطنا روسيا، بما فيهم 304 أشخاص من المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى 129 مؤسسة و12 بنكا، كما فرضت قيودا على الصادرات من اليابان تخص 357 منظمة وشركة ومؤسسة روسية ذات صلة بصناعة الدفاع. وإلى تطورات ملف التوتر بين الصين وتايوان. أعلن الجيش الصيني انتهاء المناورات العسكرية في محيط تايوان، وقال الجيش الصيني في بيان إن قواته أكملت مهما حول تايوان ومستعدة دائما للتصدي لأي شكل من أشكال استقلالها وكل محاولات التدخل الخارجية. كانت تايوان أدانت التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول الجزيرة التي بدأتها منذ السبت الماضي، ووصفت وزارة الدفاع التايوانية هذه التدريبات بأنها تزعزع الاستقرار، محذرة من تعرض الأمن الإقليمي للخطر. واعتبرت أن بكين استخدمت زيارة رئيسة تايوان تساينغ وين القصيرة إلى الولايات المتحدة كذريعة لإجراء هذه التدريبات. مع عدم وجود نية لتصعيد الموقف، ستحافظ قواتنا المسلحة على سيادتنا وأمننا القومي بشكل عقلاني ومدروس. في غضون ذلك، ظلت وحدات دفاعنا الجوي في حالة تأهب قصوى. إنهم يراقبون عن كثب كل هدف محتمل ويستجيبون للطوارئ وفقا لذلك. وتجري تايوان تدريبات بطائرات مقاتلة في قاعدة جوية في شمال الجزيرة، بينما تواصل الصين سلسلة من التدريبات العسكرية لمحاكاة الضربات على تايوان. يذكر أن الصين بدأت تدريبات عسكرية لمدة 3 أيام حول جزيرة تايوان بعد يوم من عودة الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين من زيارتها للولايات المتحدة، حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. اجتمع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية في اليابان والصين في طوكيو اليوم لمناقشة المخاوف البحرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقية. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع في طوكيو إن حاملة طائرات شاندونغ أجرت عملية جوية في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية. وأضافت الوزارة أن الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم وصلوا إلى مسافة 230 كيلومترا من جزيرة مياكو اليابانية. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة تجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان. وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة بوليتيكو وعدد من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائدا من زيارة للصين، قال إنه يجب على الأوروبيين تعزيز صناعتهم الدفاعية، مشيرا إلى ضرورة ألا تكون أوروبا تابعة للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لها بها. كما دعا ماكرون أوروبا لأن تقلل من اعتمادها على الدولار خارج الحدود الإقليمية وكذلك في مجالي الأسلحة والطاقة. هنا القاهرة عاصمة الخبر، النشرة فيها مستمرة وبعد قليل.
انفجار بمدينة كويتا الباكستانية يستهدف مركبة أمنية يوقع قتلى ومصابين. الآن نتابع ملف العلاقات المصرية السودانية. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق. الدولة السودانية الآن تمر بمرحلة انتقال تواجه كثير من المصاعب، تواجه كثير من الصعاب. انتقال يحتاج إلى تضافر الجهود، يحتاج إلى وقفة الأصدقاء والأشقاء. العلاقات بين مصر والسودان علاقات أزلية متشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات. تحرص القيادة السياسية المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما يطمح إليه شعباء البلدين، في حين يؤكد السودان متانة وأزلية العلاقات مع مصر والحرص على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تتنوع مقومات الشراكة بين القاهرة والخرطوم، وبالأخص منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا العرض لأمل حناوي. تتنوع مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان والتي تقوم على حقائق التاريخ الممتد والجوار الجغرافي والهوية المشتركة التي جسدتها الروابط الثقافية والاجتماعية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. هناك العديد من العوامل التي تشكل مرتكزات للتكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان، لعل أبرزها البعد التاريخي والعمق الاستراتيجي. فالسودان بالنسبة لمصر هو عمقها الاستراتيجي وأمنها القومي، والعلاقات بين الدولتين راسخة رسوخ النيل. وقد مثل النهج الذي تبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في 2014 وتأكيد أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نقلة فارقة لتؤسس لعهد جديد من الشراكة المأمولة التي تقوم على مقاربات جديدة. ووضعت مصر دعم استقرار ووحدة السودان كأولوية في سياستها الخارجية، وعكست زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة إلى السودان عمق العلاقات بين البلدين. وقد بادرت مصر باستضافة اجتماعات متتالية للأطراف السودانية وخلق المجال المواتي للسلام، حيث احتضنت القاهرة قمة تشاورية لشركاء الإقليميين للسودان في 23 أبريل من عام 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيه المدني والعسكري. كما حضرت مصر التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة في 17 من أغسطس من عام 2019، والذي ينص على تشكيل مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين. تعزيزا لهذا التوجه، استضافت مصر في فبراير من عام 2023 ورشة عمل عنوانها أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع. شارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركة تمثل طيفا عريضا من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان،
حيث اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس من عام 2019 والمعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة. على المستوى الاقتصادي بين مصر والسودان، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو مليار دولار سنويا، كما يقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار، كما أصبح الربط البري من خلال إنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين الدولتين بمثابة الترجمة الحقيقية لاتفاقية الحريات الأربع التي تخص التنقل والإقامة والعمل والتملك. حبل متين من الأخوة يربط بين الشعبين عبر التاريخ، زاد من قواته حرص الدولتين على تنمية المصالح المشتركة، بما يسهم في زيادة التقارب بين الشعبين اللذين يجمعهما إرث تاريخي وحضاري متدفق كسريان النيل منذ فجر التاريخ. لتفاصيل أكثر نذهب مرة أخرى لرعد عبد المجيد. إليك رعد. شكرا دينا. شكرا بقنا. إذن مشاهدينا ينضم إلينا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. محمد، أهلا بك. الآن تصريحات مصرية بأنها أنهت عدة مشاريع للكهرباء بعدة دول في إفريقيا، وبذلك رفعت أيضا قدرة الخط الرابط مع السودان، الخط الكهربي الرابط مع السودان، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية ومشاريع الربط البري بين مصر والسودان. كيف يتلقى اليوم المراقب السوداني وللشأن الاقتصادي وللشأن السياسي لهذه المشاريع التي تقوم بها مصر باتجاه السودان؟ نعم، بالتأكيد مثل هذه المشاريع هي يعني تفيد الشعبين وأيضا تعمق العلاقات السودانية المصرية، خاصة وأن مشروع الربط الكهربائي بمدينة واد مروي شمال السودان هو يعني سيغطي نسبة كبيرة من العجز الذي ظل يعاني منه السودان في هذا القطاع الكهربائي، خاصة وأن هذه المشروع هو مشروع ضخم سيوفر الكثير من المشاكل أو الأزمات التي يعني تعاني منها البلاد في هذا القطاع الكهربائي. بحسب اقتصاديين أن هذا المشروع سيوفر 35% من الميزانية في السودان. أيضا إلى جانب ذلك هناك مشاريع أخرى، وهي هناك مصانع للأسمنت، وكما تعلمون أن السودان به 4 مصانع، هناك مصنعين شراكة مصرية سودانية، هذين المصنعين يوجدان في منطقة نهر النيل، وهو أيضا يعني به عمالة كبيرة من السودانيين، خاصة وأن الأسمنت يدخل في الصناعات يعني في البنية التحتية والإعمار والعقارات، بالإضافة إلى الكباري أو المنشآت، وهذا هو أيضا سيساهم في التنمية العمرانية. هناك أيضا مشاريع للشركات الغذائية، وهذه هي يعني من أكثر الشركات هنا في السودان، هي مصرية تعمل في المجالات الحلويات أو المواد الغذائية، باعتبار أن المصريين يعني يتمتعون بخبرات كبيرة في هذا المجال في هذه الصناعات، وهناك أيضا شراكة أيضا من قبل السودانيين، هناك عمال، وبالتالي بالتأكيد أن هناك ستكون فائدة للعمالة السودانية، سيكتسبون خبرات كبيرة من الخبرات المصرية. إلى جانب ذلك هناك مشروع للنقل النهري، هو مشروع قديم في منطقة كوستي، وهي تربط بين دولتي جنوب السودان والسودان. هذا المشروع يعني أسهم كثيرا في الاقتصاد السوداني، حيث عمل على إحياء عدد من المدن الواقعة في ولاية النيل الأبيض وتحديدا كوستي. أيضا العديد من المشاريع المصرية هنا في السودان الآن
تعمل بصورة دائمة ولها أثر كبير على السودانيين. أما إذا ما تحدثنا على الجانب السياسي أيضا، كما تعلمون أن دولة مصر لها يعني دور كبير في دعم الحياة السياسية في السودان، خاصة وأنها هي داعمة للاتفاق الإطاري الذي يجري الآن في السودان، وبالتالي أي حدث في السودان بالتالي تأثيره سيكون مباشر على دولة مصر. العلاقات إذا ما تحدثنا عنها إن هي علاقات قديمة وأزلية، مرت بمرحلتين ما قبل الانفصال وما بعد منذ العام 1820 وحتى العام 1956 استقلال السودان، حيث كان هناك تاريخ مشترك بين البلدين. نعم، محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من الخرطوم، وافر الشكر لك لهذه التفصيلات حول الاقتصاد في السودان والدور المصري فيه، شكرا جزيلا لك. إذن والآن عودة لزميلتين دينا زهرة ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكم. شكرا جزيلا. أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 في تفجير بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان. قالت الشرطة إن التفجير استهدف مركبة تابعة لها أثناء قيامها بدورية معتادة في كويتا. وأضافت الشرطة الباكستانية أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية ماو تشاو شو سيزور أستراليا وفيجي هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين الخارجية الصينية والأسترالية. وقد بدأت الصين في تخفيف الحواجز التجارية على الواردات الأسترالية بما في ذلك الفحم، مع تقدم كلا البلدين نحو التقارب الاقتصادي. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وفدا من طهران سيتوجه إلى السعودية خلال الأيام المقبلة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن الوفد الفني سيبحث التحضيرات لإعادة فتح سفارة طهران في الرياض. وأضاف كنعاني أن الوفد السعودي الذي يزور إيران يتابع إعادة فتح السفارة في طهران والقنصلية في مشهد. والآن مع ما تناولته الصحافة العالمية. نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا حول انتصار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في الانتخابات المحلية، على الرغم من الانتقادات بشأن صلاته بحركة المونين التوحيدية. وذكرت الصحيفة أن انتصار الحزب الحاكم في اليابان يعد أول اختبار انتخابي كبير لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا. أشارت The Guardian إلى التكهنات المثارة بشأن كيشيدا بأنه قد يقامر بالدعوة إلى انتخابات مبكرة للاستفادة من الأداء القوي لحزبه. وأضافت الصحيفة أن الانتخابات شهدت أيضا نجاح حزب استعادة اليابان يبسط نفوذه خارج مدينة أوساكا، حيث يحاول الشعبويون اليمينيون ترسيخ أنفسهم كقوة سياسية وطنية. استمرارا لمسلسل الإضرابات التي تعصف بالمملكة المتحدة، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن إضراب أطباء الممارسة العامة يعد الأكثر تعطيلا في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وأشارت الصحيفة إلى تعليق المواعيد الروتينية لمدة أسبوع بسبب الإضراب، حيث تم إبلاغ المرضى بتأخيرات في مواعيد المقابلات. ذكرت التلغراف أنه من المتوقع أن يضرب عن العمل أكثر من 47,000 طبيب عام لمدة 96 ساعة هذا الأسبوع بسبب خلاف حول الأجور.
قالت مصادر عدة إن شركة أرامكو السعودية أبلغت 4 عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط في شهر مايو وفقا لوكالة رويترز. يأتي ذلك على الرغم من إعلان أوبيك بلس في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج يقدر بأكثر من 1,000,000 برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو حتى نهاية العام. أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات إياند استحواذها على حصة 50% في تطبيق كريم بقيمة استثمار تبلغ 400 مليون دولار. أشارت إياند إلى أن الصفقة تتماشى مع طموحاتها بالارتقاء بالعروض الرقمية للمستهلكين وتسريع تحولها إلى شركة تكنولوجيا. تبدأ اليوم اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتستمر حتى يوم الأحد 16 من الشهر الجاري في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. تبدأ الفعاليات بمؤتمر افتراضي بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ومدير مجموعة البنك الدولي ديفيد مالابس بعنوان الطريق إلى الأمام، بناء المرونة وإعادة تشكيل التنمية. يراهن متداولو السندات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة في إطار دورة التشديد النقدي التي يتبعها حاليا. زادت عوائد سندات الخزانة في جلسة الجمعة الماضية بسبب مرور البلاد بعطلة رسمية بعد انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة، كما جاءت أرقام رواتب أقوى من المتوقع مما وفر دعما لزيادة أخرى في سعر الفائدة بنحو 0.25 نقطة في الاجتماع المقبل للفيدرالي والمنتظر عقده في مايو. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من عناوين. مواجهات بين فلسطينيين وقوة الاحتلال عند جبل صبيح جنوب نابلس تزامنا مع مسيرة إسرائيلية مؤيدة للاستيطان. رئيس بيلاروسيا يطلب ضمانات بأن روسيا ستدافع عن بلاده إذا تعرضت لهجوم خارجي. الجيش الصيني يكمل مهمات حول تايوان ويعلن استعداده للتصدي لأي شكل من أشكال استقلال تايوان. في ختام النشرة، بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كذلك متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. وبإمكانكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR code الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.